بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نورت يا رمضان على شاشة قناة اليرموك الفضائية، ودايما منورينا بمتابعة نورت يا رمضان بفقراته الممتعة والمتجددة. معكم فقرتنا الأولى، هنكون معكم بتحدي بيني وبينك، وهو تحدي بسيط جدا منقوم فيه بيني وبينكم. إذا كسبتوا هذا التحدي تكسبوا مباشرة معي جائزة. أيضا في فقرتنا الثانية هنكون معكم بسين وجيم، سؤال وجواب. إذا جاوبتوا هذا السؤال تربحوا معي مباشرة جائزة مقدمة من رعاة البرنامج ومقدمي الجوائز في البرنامج. وأيضا حنكون معكم في فقرتنا الثالثة، فقرة على الإشارة، لندخل معكم جوا سياراتكم ونسألكم بعض الأسئلة الغريبة عن سياراتكم. إذا جاوبتوها بصورة صحيحة برضو حنكسبكم جوائز مقدمة من مقدمي الجوائز والرعاة للبرنامج. وآخر إشي حنكون معكم بفقرة سؤال الذهب وفرصة لكسب خاتم ذهب في كل يوم من أيام الشهر الفضيل. إذا مكملين معكم ببرنامجكم نورت يا رمضان، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا. أعزائي المشاهدين، نبدأ معكم بفقرتنا الأولى بيني وبينك، وتحدي بيني وبينك عن أكثر مشروب بيشربه الشعب الأردني. أكيد حزرتوا شو هذا المشروب، تعالوا معي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير. وإنت بخير صحة وسلامة. الله كريم علينا وعليك إن شاء الله. كيف حالك؟ تمام نحمد الله. تعرف فيك ربيع البطار. ربيع، شربت قهوتك اليوم؟ أكيد. طيب ربيع، أنت متزوج؟ لا. والدتك على قيد الحياة إن شاء الله؟ الحمد الله لله. الحمد لله. وليد، شو قهوتك؟ سادة. سادة. بدي ترن على والدتك الآن تلفون، تفتح سبيكر تسألها يما شو قهوتي. إذا جاوبت قهوتك سادة هربحك أنت وياها مباشرة جائزة. يلا أوكي. طول التلفون. شو اسم والدتك؟ أم إيش؟ أم ربيع. أم ربيع والدتك، يعني إن شاء الله ابنها البكر. إن شاء الله. يلا ربيع بيرن على والدته أم ربيع ويسألها عن قهوة ربيع. حكى لنا قهوته سادة، هل أم ربيع حتجاوب سادة ولا لا؟ علي. ألو يونس، أعطيني أمي. ليه؟ بسرعة ضروري. طيب. ألو. يما. يما. كيف حالك؟ أهلين. شو قهوتي يما أنا؟ إيه؟ شو قهوتي؟ مين؟ سادة. خلاص ماشي يما. سادة يم ربيع، يعطيك العافية. هلا الله فيك. هذا كان تحدي، أنت الآن على شاشة قناة اليرموك الفضائية أنت وربيع، وكان التحدي أنك تحزري قهوة ربيع. وقهوة ربيع بالفعل هي سادة، فبدي ربحك أنت وربيع مباشرة معنا جائزة. هي عبارة عن بوفيه إفطار لشخصين مقدم من مطاعم الدار دارك من داخل فرع طبربور. وأيضاً بدي أربحكم بطاقة دخول مجاني لطفلين لمدة ساعتين من أوسكار كيدز بارك بفروع أبو نصر والياسمين. كل عام وأنت بألف خير يا أم ربيع. الله يبارك فيك وأنت بألف خير. كل عام بخير يا ربيع. بخير وصحة وسلامة. ألف مبارك الجائزة. الله يبارك في عمرك يا رب. شكراً لكم، كانت مفاجأة حلوة والله. الله يسعدك يا ربيع. إذن أعزائي المشاهدين، ربيع كسب التحدي، والدته كسبت التحدي وربحوا معنا الجائزة. لهون بنكون وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لختام فقرتنا الأولى بيني وبينك، ومكملين في فقرتنا الثانية معكم فقرة سين وجيم. خليكم معي. أعزائي المشاهدين، مكملين معكم في فقرتنا الثانية، فقرة سين جيم، سؤال ورد غطا. بدنا نسألك إياه، إذا جاوبتوا إجابة صحيحة مباشرة بدي أربحك معي جائزة. تعالوا لنشوف مين حيربح هذا السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بألف خير. أنت بخير وصحة وسلامة. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. رمضان كريم. علينا الله أكرم. كيف شايف الأسواق برمضان هاي الأيام؟ والله يعني إن شاء الله السوق يضل دائما منتعش إن شاء الله. طيب كريم. تعرف بحضرتك؟ أنا ركان الشمري. ركان، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. ركان، بدي أسألك سؤال من فقرة سين وجيم برنامج نورت يا رمضان على شاشة قناة اليرموك. إذا جاوبته إجابة صحيحة بدي أربحك معي إن شاء الله. ركان، بدي تذكر لي أسماء ثلاث مساجد من كبرى المساجد في الأردن، أو من أكبر المساجد في الأردن أو في عمان بغض النظر. مسجد الملك حسين. تمام، واحد. مسجد الملك عبد الله. اثنين. المسجد الحسين. طب كمان واحد رابع يلا، لونه ابيض واسود. موجود في منطقه الاشرفيه. الاشرفيه. ايش اسمه ابو ايش؟ در ابو درويش. ابو درويش. ابو درويش. نعم. يعني هو حزر ثلاثه صراحه، فبدي اربحه مباشره. ربحت معنا يا ركان جائزه، هي عباره عن جائزه بقيمه 50 دينار مقدمه من مركز الدكتور بركات الجعبري لطب الاسنان، وايضا بطاقه دخول مجاني مقدمه من اوسكار كيدز بارك بفروع ابو نصير والياسمين. الف مبارك يا ركان، تفضل سيدي.
اشكرك اشكرك واشكر القناه بخير. وانت بخير وصحه وسلامه ان شاء الله، دائما ضلك مبتسم وسعيد. امين امين يا رب. حبيبي يا ركان، كل عام وانت بخير. طيب اعزائي المشاهدين، مكملين بسين وجيم، سؤال وتحدي بسيط، اذا اجبتوا اجابه صحيحه بدي اربحك معي. يلا تعالوا لنشوف. نتعرف فيك. وائل حسون. وائل، بدي اسالك سؤال من اسئله سين وجيم، اذا جاوبته بصوره صحيحه مباشره بدي اكسبك معي جائزه، شو رايك؟ ان شاء الله بس يكون سهل. كيف انت والتاريخ؟ تاريخ الاردن؟ اه كويس. طيب من هو قائد معركه الكرامه؟ حبس المجالي. لا قربت. قائد جيش هو يعني؟ نعم. فريق ركن، بدي انقلك اول حرف من اسمه. مشهور. مشهور المجالي. لا. طب مشهور ايش؟ مشهور عبد الهادي. لا للاسف ما اعرف، ما اعرف. انت قربت يعني، هو مش حجازي، ما اعرف يجاوب. تعال هيا هيا وجهكس بالاجازي هون. تعال. مشهور حديث الخريشي. لا جازي. مش الخريشي، الجازي 100%. مشهور حديث الجازي. تعرف باسمك؟ حسين ابو سويلي. حسين، مباشره بدي اكسبك معي جائزه مقدمه من رعاه البرنامج ومقدمين الجوائز. من هو قائد معركه الكرامه مره ثانيه؟ هو مشهور حديث الجازي. مشهور حديث الجازي. حسين بدي اربحك معي وجبه عائليه مقدمه من مطعم فريندز فرايز، وايضا بطاقه دخول مجاني لطفلين لمده ساعتين مقدمه من اوسكار كيدز بارك بفرعه ابو نصير والياسمين. الف مبارك يا حسين. الله يبارك فيكم. بدي ادردش معك شوي صغيره هيك. رمضان كريم. كيف الاسواق برمضان؟ الحمد لله كويسه الامور، الحمد لله حلوه، وجود الشباب ما شاء الله. كيف شايف الوضع بعد دخل رمضان؟ كويس يعني، الحمد لله جيد جدا، مش ممتاز. يا رب يصير ممتاز ان شاء الله ان شاء الله. بتحب تعزم ولا تنعزم برمضان؟ والله بحب انعزم. تنعزم؟ ليش بتعزم؟ بس بعزم هلا، بس يا انعزم او بده ينعزم. طبعا اكيد اكيد يعني أكيد. فلمه العائله والشباب. حسين كل عام وانت بالف خير. خلي لي اياك. رمضانك كريم والف مبارك الجائزه. اكرم، كل الاحترام. أعزائي المشاهدين، مكملين معكم في فقرتنا الثالثة على الإشارة، وتحدي صغير، وانت جوات سيارتك بنيجي بندخل الكاميرا عليك بنسألك السؤال، إذا جاوبته سؤال جوا سيارتك موجود. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيكم. عرفيك. يوسف الأقطش، ورمضان كريم إن شاء الله. رمضان عليكم. كريم علينا وعليك. الله يرضى عليك. كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله رب العالمين، ممتاز. شو أخبارك؟ والله بجنن. كيف حالكم أنتم؟ الله يسعدك يوسف. الله شو أفطرت اليوم؟ اليوم افطرنا برياني. يا ريت صحتين وعافيه. الله يرضى عليك يوسف. احنا الان في برنامج نورتي رمضان على شاشه قناه اليرموك الفضائيه، وانت الان في فقره على الاشاره. اهلا وسهلا فيك. نسالك سؤال موجود جوا سيارتك. حلو. هو سؤال او تحدي صغير نقدر نحكي. بصير. اذا شغلت لي الان مساحات سيارتك وكان فيهم مي، ضربحك مباشره معي جاهز. شو رايك يا يوسف؟ انا جاهز. يلا نبلش نشوف. ما شاء الله تحممت انا يا يوسف. ربحك معي مباشرة يوسف جائزة بقيمة 50 دينار مقدمة من مركز الدكتور بركات الجعبري لطب الأسنان، وأيضا بدي أربحك معي بطاقة دخول لمدة ساعتين من أوسكار كيدز بارك بفروع الياسمين وأبو نصير. حلو. بارك يوسف. حلو كثير. الله يبارك فيك، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عسنا من عواده، ورمضان كريم للجميع. كل عام وأنت بألف خير. الله يرضى عليك حبيبي يا يوسف. إذا يا جماعة، يوسف كسب تحدي سيارته على الإشارة وشغل المساحات، وكانت الأمور 100%. مكملين معكم في على الإشارة، خليكم معي. هينا معكم بمتسابق جديد على الإشارة، صففنا. خليك بالسيارة، خليك بالسيارة، خليك قاعد. السلام عليكم. أهلا وسهلا حبيبي. كل عام وأنت بخير. أنت بخير صحة وسلامة. كيف حالك؟ تقبل طاعتك حبيبي، يكرمك. أنا عبد الكريم. حياك الله عبد الكريم، عرفني مباشرة باسمك. طبعا. أنا أحمد، معك من قناة اليرموك الفضائية، برنامج نورتي رمضان. أهلا أهلا بقناة العزيزة الرائعة. الله يرضى عليك. القناة اللي كل الناس تطلع عليها. الله يسعدك، هذا شرف لنا وبيسعدنا متابعتكم. عبد الكريم، أنت الآن في فقرة على الإشارة. تمام. فقرة على الإشارة لليوم عبد الكريم، بدنا نتحداك بتحدي موجود جوا سيارتك. تفضل تحدي. سيارة أنت مالكها صح؟ الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. عبد الكريم حافظ نمرة سيارتك؟ طبعا. أعطيني نمرة سيارتك. 227-55-66. 227-55-66، الرقم الجميل عبد الكريم. مش هذا سؤالنا. يلا أعطيني سؤال أقوى عشان سلامتك وراحتك. نعم. إذا شغلت لي مساحات السيارة وكان فيهم مي، بدي أربحك مباشرة. ما هي يا سيدي، ها على طول مباشرة مليانة مي اسم الله. ربحت معي عبد الكريم رحلة إلى مدينة العقبة لشخصين مقدمة من تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة، عمان دوار المدينة مقابل صندوق الحج الزرقاء، أزرقاء الجديدة، وأيضا للأطفال الصغار عندك بدنا نربحك بطاقة دخول مجاني لحمودة. بطاقة دخول مجاني لطفلين لمدة ساعتين مقدمة من أوسكار كيدز بارك بفروع أبو نصير والياسمين. ألف مبارك يا عبد الكريم على القناة الرائعة. يا سلام، ترى أنا من يعني من الناس اللي بفتخر بقناتكم، وأنتم ما شاء الله عليكم
دائما صدقوا لامع وما شاء الله عنكم دائما كمذيعين وكمقدمين برامج. بشكركم جميعا على هذا الانجاز. الله يعطيكم العافيه. كل عام وانتم بخير يا حبيبي عبد الكريم. بخير حبيبي. شكرا شكرا لك. رمضانك كريم ان شاء الله. الله اكرم حبيبي. السلام عليكم. أعزائي المشاهدين، مع عبد الكريم بنكون وصلنا معكم لختام على الإشارة، مستمرين معكم بفقرتنا الرابعة سؤال الذهب، خليكم معي. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لفقرتنا الرابعة، فقرة سؤال الذهب، وسؤالنا إلكم عن معلم أو مكان موجود في المملكة الأردنية الهاشمية في أحد الأماكن. إذا حزرتوا هذا المكان واللي حيظهر أمامكم على الشاشة الآن، ادخلوا على صفحة قناة اليرموك الفضائية على الفيسبوك، اعملوا لايك للصفحة وبعدين تدخلوا على البوست المخصص للإجابة على هذا السؤال، وإذا جاوبتوا إجابة صحيحة من خلال التعليقات حيدخل اسمكم معنا السحب لكسب خاتم ذهب مقدم من مجوهرات ديار مكة، وحيتم السحب بإذن الله في برنامج بيتكم عامر. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لختام حلقة اليوم من نورتي رمضان، نلتقيكم بإذن الله وبعونه في حلقة جديدة بيوم جديد من أيام الشهر الفضيل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.